مسهل جولتنا في الصحف العربية من الشروق المصرية التي أشارت إلى تأكيد الأمم المتحدة إحراز تقدم كبير لتطهير العراق من المخلفات الحربية، ونقلت عن مدير البرنامج الأقدم للدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بير لودهامر قوله إن هناك تقدم كبير في موضوع المخلفات الحربية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل اللازم إنجازه قبل أن يصبح العراق خاليا من مخاطر الدخائر المتفجرة والألغام. أما الوطن القطرية فتطرقت للأزمة الروسية الغربية وقالت إنه بعد فترة هدوء لمدة يومين عادت الأزمة الأوكرانية إلى التصاعد من جديد، وردت روسيا على مبادرة الضمانات الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة بشأن قواتها شرق أوروبا، وأكدت مرة أخرى عدم وجود نية لديها بغزو أوكرانيا. في السعودية توقفت صحيفة المدينة عند كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد خلال أشغال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، وذكرت أن أبو الغيد وصف المشهد العربي الراهن بالمرحلة التاريخية الصعبة تتسع فيه رقعة التهديدات الجيوسياسية وتزداد حدة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات والحكومات العربية. في الأردن كتبت الغد أن أجواء التوتر والغليان الشديدين تخيم في القدس المحتلة حد الاقتراب من الصدام المحتمل إزاء دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وأمنية كثيفة بأحياء المدينة ومحيط المسجد الأقصى المبارك مقابل دعوات فلسطينية للحشد والرباط داخل المسجد اليوم لنصرته والدفاع عنه ضد توعد المستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة غير مسبوقة.